الإعلامية. فأولا كنشكروا السلطات المحلية اللي جات حضرت معنا في هذا العرس المغربي اللي كيتعلق ب40 بطهارة 40 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك المعوزين. هذا الحفل هذا اللي نظمته جمعية القلب الكبير اللي كترأسه الفاعلة الجمعوية نجاة الجباري واللي هو جاء تزامنا مع الذكرى 47 لانطلاقة المسيرة الخضراء المضفرة التي أعطى انطلاقتها الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله وتراه. فكما لا يخفى عليكم حضورنا الكريم السادة ممثل وسائل الإعلام على أن جمعية القلب الكبير ماشي هذه هي أول مرة اللي قامت بهذا النشاط الخيري، فهي منذ تأسيسها وهي تعمل جادة من أجل تحقيق العديد من الأنشطة الاجتماعية الخيرية اللي ما يمكن ليش نذكرها، ولكن الحمد لله أنها وصل الإشعاع ديالها محليا ووطنيا وحتى دوليا. السلام عليكم، معكم صباح سجية رئيسة الفرع الأقليمي للمركز الوطني حقوق الإنسان بالخميسات. كنوجه الشكر الجزيل للسيدة نجاة الجباري رئيسة جمعية القلب الكبير على الدعوة اللي وجهتها لي رفقة الزوج ديالي. كنشكرها بزاف على هذا العمل الخيري، العمل اللي احنا مولفناه انها كتقوم به دائما لفعل لهذه المبادرة القيمة اللي كانت تديرها الأطفال اللي في الوضعية هشة والأطفال من ذوي الاحتياجات والناس اللي ما فحالهمش. كنشكروها بزاف وكنشكروها على المساهمة ديالها في تنظيم هذه المبادرة مبادرة الختان، وكنشكر جميع الأعضاء اللي معاها اللي سهروا واللي وقفوا، والشكر الجزيل كذلك للسيد قائد المقاطعة الرابعة سعيد الشرقاوي والقائدة رشيدة مماد اللي شرفوا القلب الكبير وحضروا، وكانت واحد المبادرة منهم زوينة وكنتمناو لهذه الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم، هشام أول حاج بطل المغربي في رياضة المشي. فكنشكر الأخت نجاة الجباري على الدواء، وكنشكرها على بالنسبة للمناسبة ديال الذكرى ديال المسيرة الخضراء. كنبغي نقدم الشكر الحار للأخت نجاة بهذه المناسبة هذه اللي كتقوم بهذا العمل الخيري اللي تيتعلق بالختان ديال الأطفال اللي في حاجة مسة للدم. كنشكرها وكنشكر المنابر الإعلامية اللي قامت بهذا النشاط هذا، وتحياتي لأختي نجاة من القلب، وشكرا للسلطة المحلية ولا الناس اللي كتقدم لها المساعدة الأخت نجاة تبارك الله عليك. السلام عليكم، معكم أمال. كنشكر الأخت نجاة الجباري على التطوع الخيري هذا اللي أول مرة غادي نحضر معاهم فيه، اللي بصفتي كمتطوعة قعدوا معاهم في الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم، نور الدين ملهوفي فاعل جمعوي من مدينة خميسات. جيت اليوم باش نشارك في هذا الحفل الكبير البهيج اللي كتنظمو جمعية القلب الكبير برئاسة الأخت نجاة، ومناسبة كبيرة ديال عيد المسيرة الخضراء، عيد كبير، عيد وطني، وهذا فخر واعتزاز باش نحضروا في هذا النشاط اللي الموضوع ديالو هو الختان ديال الأطفال. بشرى لنا، كيعجبنا الحال ملي كنلقاو هاد الإخوان وهاد الجمعيات اللي كيباشروا بهذا العمل الخيري الإنساني اللي فعلا تعطي واحد الصدى في الإقليم وفي المغرب. وحنا كنبغيو تكرر هاد الأنشطة ديما، وجات في المناسبة في الوقت اللي حنا خرجنا من داك الكوفيد وكاع الجمعيات دخلت الأنشطة، ونتمناو الخير للجميع. وهذه مناسبة باش نشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اللي ديما المساند وديما تشجع الجمعيات على الأنشطة الخيرية، وتحياتي لكم من تفل.